اختي ورده اختف تراب السيده نفيسه والامام، مش باقي لي غير تراب باب الوزير. هروح لك بكره فيها ان شاء الله واسالك، بس انا مش عارف يا اختي انت مالك معذبه نفسك كده ليه؟ مش جايز دفنهوش في ترابه ونقصه. امال هيدفنوه فين يا سالم؟ ده برضه من لحمهم ودمه. كان مش ذبحوه يا اختي؟ اسكت اسكت يا سالم اسكت اسكت. عليكم السلام ورحمة الله. ما تعرفش يا اخويا فين مدافن عيلة العقاد؟ هناك يا استاذ هاني. ما دفنوش حد من قريب؟ من يومين كده جه الحاج وابنه وبرعي دفنوا عيل صغير. ليه يا استاذ هاني؟ ده كفايه اللي دفعوا الحاج. على العموم لو حبيت تقري قولي لي وابعت لك اتنين فوقها. يا ضنايا انت ابنك منهم واحد واحد.